سواء الحكومة أو مجلس النواب للتشريع لتشديد العقوبات على الايه؟ على عملية السود الجارح أو السود غير القانوني وقتل الذريعة والأشياء زي كده. زائد جزئية ثانية نسمع مع جهات مثلا زي الصندوق الداخلي مصر بالنسبة لايه؟ لتوفير عربيات مجهزة لعملية التسويق بحيث بقى ايه؟ تعمل دفعة لتسويق الأسماك وتطوير الموضوع بتاعها. شكرا. أنا بشكرك للاقتراح ده، وده فعلا اللي احنا ناويين ندرسه إن شاء الله. زي ما سمعتم امبارح قدمنا بداية تعاون مع البنك الزراعي، وهندرس ما بين البنك الزراعي وصندوق تحيا مصر موضوع عشان فعلا النقل المبرد ده جزء من الحل، ما بقولش الحل 100% بس جزء من الحل اللي من خلاله هنقدر نوفر مصادر تسويق، توزيع وتسويق مختلفة أو إضافية، يمكن مش مختلفة بس بالعيلة إضافية. رفيق سليم من بنك الأوروبي للتنمية. سؤال عن الأفكار بتاعة الويب سايت والأبلكيشن، إيه المستقبل بتاعه؟ وإزاي ممكن يعني بنوك التنموية زي البنك الأوروبي إزاي تقدر تلعب بيها كده كده، وفي نفس الوقت إزاي تقدر توسع عشان في قرار مخصصة لمصر من أجل تنمية سلاسل القيمة المضافة وتنميتها جوه مصر كمان بره مصر؟ فايه البيزنس بلان الحاليه واضحه، بس ايه المستقبل بتاعها عشان نقدر نتحول للموضوع؟ مشكورك. ده فعلا سؤال مهم جدا. هو هدف الشبكه اللي تكون المنصه اللي تجمع الاطراف المختلفه في سبيل اللي من ناحيه جدا اللي هو التوعية اللي تلقي الضوء على حجم القطاع، أهميته، العدد الكبير من الجهات والأطراف المختلفة اللي شغالة فيه. فده جزء. الجزء الثاني هو اللي وجود الأطراف كلها دي على شبكة، ده بيرسم بطريقة حية ومستحدثة يوميا لسلسلة قيمة القطاع. فرداً على سؤالك، الهدف بتاعنا هو الآلية دي تكون آلية تعرف تجمع الجانب الفني اللي هو أساسي، زي ما حضرتك شفت كل أكتر من نص الأسئلة رايحة للجانب الفني والجانب التسويق، عشان دلوقتي ما لا يمكن الواحد يفرق ما بين الجانب الفني والجانب التسويق، عشان الاثنين إذا كان واحد منهم مش موجود يبقى الثاني ما يقدرش يعيش. والفردة الثالثة هي التمويل. فرداً على سؤالك، الهدف من وفعلاً المنصة دي هدفها اللي هي تخاطب الجهات المنح المختلفة اللي عندها برامج كبيرة داخلة على مصر، يا دوبك شوية منهم مبتدوا، اللي تدعم التوسع في الشبكة دي. بمعنى اللي مش بس التوسع بمعنى استخدام المحمول، لا، المحمول بتدخل تكون آلية لمساعدة النقل المبرد مثلا، تكون آلية لنشر الممارسة الجيدة كآلية متابعة للفلاح يعرف يفتح المحمول بتاعه كل يوم، المزارع يمكن نسى حاجة يبقى يكون مرجع سهل لي، وهكذا. فده الهدف بصفة عامة، ونفس الشيء يطبق للألبان، للخضار، للفاكهة، وهكذا. انتوا يا تجمعية آلية زي ما افتكرتك قبل كده، هل ممكن يكون لكم اتصالات بالقوات المسلحة عشان نعرف؟ معلش يمكن حاجة كبيرة تندمج، ممكن جايز تكون لكم تتحارب حول فيه. الحاجة التانية بالنسبة للأخ من فرع مترو، هل أنت عندك استعداد تكون عندك عربيات نقل تيجي تاخد الحاجة
في الثلاجة ولا كلها تاني لحد المحل ولا تناسب ما عندكش أي مبالغ. التاجر بيجي يجيب الأقفاص بتاعته والتلج عشان ياخدها. وبرضه رد مع الاستاذ اللي كان بيسال. القطاع الزراعي مش هيقوم في مصر زراعه وتصنيع زراعي الا لما نخلق الانشطه الناقصه. ما نقدرش نستمر طول الوقت نطلب من المصدر اللي يعمل غير شغل ولا المزارع اللي يعمل غير شغل. عايزين نبطل الفكر ده بكل احترامي لحضرتك. في لا ما انا جايه لك اهو. في ودي حاجه بنسعى اليها لابد ان يكون في وشباب ما شاء الله شباب مصر يعملوا شركات صغيره واحنا موجودين نساعد نجيب التمويل من البنك الزراعي للنقل المبرد. هو يتعاقد معاك وانت تتعاقد مع مترو وتبعته العربيه بالحاجه بتاعتك زي ما العالم بيعمل. المتجر وانا عارفه المتاجر الكبيره مش بس مترو كارفور والاخرين ما بيشيلوش هم النقل. دي مشكله اللي بيورد المنتج. فبالتالي حاجه من الاثنين او احنا هنستمر في ايد التاجر يمكن في تجار في الصاله معلش وهو اللي بيقوم حاليا بالفرز والنقل والتمويل او احنا هنقول لا احنا عايزين نكون قادرين نقوم بالعمل ككل او الواحد يقوم بالنشاط ده بنفسه او بنسحب وده اللي بنعمله مع المركز لانشاء الانشطه الناقصه عشان السلسله تكمل. معلش لو سمحتي عايزينك تلقينا الضوء على تحميل المزرعه لحاجات تانية زي البط زي يعني انواع تانية من الاسماك على اسماك يعني مثلا البوري مع بولتي مع كده يعني كده يعني. شكرا. واحنا ركبنا من شويه على ممكن تحميل البوري مع البولتي كاسماك مع الاسماك ده سهل جدا. وفي انواع تانية بتضاف للاسماك زي القراميط زي المبروك زي السيلفر كارب كل دي انواع ممكن اضافتها كتحميل اسماك مع اسماك. الطيور مع الاسماك موجوده ولكن بيبقى لها بعض المحددات علشان انتشار الامراض اذا كان في امراض ممكن تنقل من الطيور للاسماك ولكن هي موجوده وبتمارس. واحنا كنا عاملين عندنا حتى السنه اللي فاتت تجربه البط مع احواض الاسماك وجايبه نتائج كويسه. ايضا الاسماك بتحمل مع الانتاج النباتي زي ما دكتور هاني قالت دلوقتي ممكن الميه تخرج من الحوض تروي الارض الزراعيه. اذا كان عندك في ارض زراعيه موجوده بجانب الحوض بتاعك ممكن تروي الارض الزراعيه فدي نوع اخر من التكامل بنسميه نظام التكامل ما بين الانشطه الزراعيه المختلفه. ممكن جدا التحميل او وجود البط وانواع اخرى من الطيور مع حوض الاسماك. لا انا بحط البط في وقت تكون السمكه وصلت لحجم معين صعب على البط ان هو ياكله. يعني حجم اللي عدى 30 40 جرام اقدر اجيب البطة. ممكن الشبكة تستخدم في النوعية بتاع الدورات التدريب والشهادة اللي بالنسبة للأسماك يعني من خلال المركز يعني دولة الأسماك يعني كده على الشبكة بحيث رفع الرعباء بتاعت الناس يعني وممكن جدا هو في لينك من الشبكه بيوصل لموقع المركز الدولي للاسماك مجرد ما دخلت عليه هتعرف كل المعلومات وكل مواعيد الدورات التدريبيه والمؤتمرات اللي بيعملها المركز من خلال اللينك اللي بتوصلك له من الشبكه. واحنا ممكن نضيف حاجه اذا كان تسمح لي دكتور ضياء اللي كل اللي سجلوا على الشبكه نبعت لهم الالرت احنا نبعت لكم الالرت خدوا بالكم في ندوه كمان اسبوعين في الاماكن الفلاني المكان الفلاني على الموضوع الفلاني. عارف عن عدد السمك؟ عدد ميه عالي؟
تنسيق. هل يمكن زراعة الطحالب كنوع من الحد من ارتفاع أسعار العلف بحيث تبقى تغذية ذاتية؟ شكرا. هو موضوع العلف عمل اهتمام كبير في القاعة طبعا لارتفاع تكلفته. ممكن تنمية الطحالب الموجودة بطبيعتها في المية تكثيفها بحيث يستفيد منها السمك، ولكن السمك هيستفيد لحد معين وبعد كده مش هيقدر ينافس زي الاعتماد على الاعلاف، ودي دايما بتوقف في المراحل الاولى من عمر السمكه وهي صغيره بتقدر تستفيد من الطحالب، لكن الى حد معين انا كراجل مستثمر عايز انتج سمك بسميه تسمين، عايز اسمن السمك بتاعي، صعب جدا اعتمد على الطحالب واطلع سمك في النهايه ممكن اطلع سمك صغير اللي هو بنسميه سمك الشعبي يتباع في الاسواق، مش هتبقى السمكه المليانه لحم زي السمكه المتغذيه على العلف اللي بيوفر لها كل احتياجاتها او معظم احتياجاتها الغذائيه في علف سهل الهضم. هي تكلفه العلف العاليه ليه؟ بسبب الاعتماد على استيراد كل او معظم خامات العلف، بالاضافه لارتفاع تقنيه تصنيع العلف علشان حبايه العلف اللي بتاكلها السمكه تستفيد منها بالكامل ما يبقاش في اي هدر لها، معظم المكونات اللي فيها بتوفر لها كل كافه الاحتياجات الغذائيه اللي محتاجاها، ومعظم مكوناتها بتستفيد منها السمكه، لان العلف الحديث الموجود حاليا بنسميه علف مطبوخ جاهز فبيسهل هضمه من السمكه بالكامل، وعشان كده ده سعره مكلف شويه. وده له فائدته ان هو بيأثر بيدي حجم كويس جدا في سعر في مده قليله مقارنه بالاستزراع على الاعتماد على الغذاء الطبيعي اللي حضرتك بتقول عليه زي الطحالب. حضرتك انا اقصد الطحالب في مرحله معينه بحيث تخف من ضغط اسعار العلف. ممكن بس هي برضه ما زالت مرحله قصيره جدا اللي هي في بتسميها الاصبعيات. ايوه ده ممكن جدا ان الاسماك تعتمد على الطحالب، لكن عشان التسمين لازم هي المرحلة اللي أنا بسأل حضرتك عليها. ممكن جدا. وإذا كان مفيش أسئلة تانية يبقى بنقول لكم متشكرين قوي، وإذا كان تحبوا تتفضلوا تحت في الجناح بتاعنا لباقي الأسئلة والمناقشة احنا تحت الأمر.